المنافسات تجري على أرضية ميدان التحدي. انطلق بهذه اللحظات شوطنا الرابع لنتابع معكم مسيرة وتحديات هذه الأسماء الحاضرة فئة القعدان الحاضرة بهذه الشعارات القوية على أرضية هذا الميدان مع أشواطنا المفتوحة، شعارات الشيوخ والسعادة التي تحضر بتعديات ومنافسات الصغار وأشواط السرعة في مسيرة هذا المساء. لنبدأ معكم وبحضراتكم بالنداء مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة وأول المراكز. تقدم أبلج على المركز الأول، أبلج على المقدمة والصدارة، يحمل شعار تعز الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، راشد بن بطي الحسنة من يتابع انطلاقة هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الثاني، الله، حضور وتقدم من قبل شعار هجن المرخية والراهي من يقدم لنا هذا الانطلاق الزاهي، يحضر بتحديات الراهي لهجن المرخية. التضمير عند حمد بن هضبان الجربوعي من يقدم لنا مسيرة المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث لنتابع من الجانب الأيمن، حضور وتقدم أيضا لهذا الشعار وسيل جميل الذي يحضر بالمنافسة بالتقدم للواعي هجن المرقاب وصقر بن سالم الهاشمي من يتابع انطلاقة هذا الشعار الكبير، من يقدم لنا الواعي بانطلاقته على المركز الثالث. المركز الرابع، لهموم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة من يتابع انطلاقة هذا الشعار بعملية التضمير. المركز الخامس، لنتابع معكم على المركز الخامس قدوم الجذاب هجن المرخية على انطلاقة المركز الخامس، يحضر هذا الشعار بحضور المضمر حمد بن هضبان الجربوعي من يتابع انطلاقة المركز الخامس. هذا هو النداء للأسماء الخمسة الأولى، لكن نعود مع أيضا اختتام النداء وبدايته. نرى حضور شعار المرخية على المركز الأول والمركز الخامس يسيطر ويحكم القبضة على الأسماء الخمسة الأولى بأول النداء وآخره. البداية والمقدمة، الراهي على المركز الأول، الراهي بهذا الأداء، الراهي والزاهي والكبير على المقدمة، هجن المرخية من تمتلك الراهي حمد بن عضبان الجربوعي من يتابع بعملية التنظير. لكن شوف اللي من الجانب الأيمن يحضر بانطلاقته، يتواجد أبلج من بدأ يبوش المنافسة بحضوره لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، راشد بن بطي الحسنة من يتابع بالتضمير مع المركز الأول. لكن تغيرت أمور البداية، تغيرت أمور الصدارة، الواعي اللي صاحي بانطلاقته، واعي بحضوره، واعي بانطلاقته على البداية وعلى الصدارة، يحضر الواعي بشعار هجن المرقاب من بدأ ترتقي بالمراكز وحتى سيطرت على البداية بانطلاقة المركز الأول. تعود الملكية لهجن المرقاب. التضمير عند صقر بن سالم الهاشمي من يتابع الواعي بعملية التضمير. يلا يا الهاشمي، قدم الانطلاق الجميل، العروض المميزة لعشاق هذا الشعار، لحضور هذا الشعار، لتواجده والمرور مع البداية خاطف النقطة في هذا الشوط، محققا المركز الأول، مسيطرة على البداية بانفرادية تامة عن بقية الأسماء، عن بقية الشعارات، مسيطرا على المركز الأول. الثاني والتبريكات نزفها من هذا الموقع لمالك هجن المرقاب وللمضمر صقر بن سالم الهاشمي من تابع انطلاقة الواعي وحتى حقق المركز الأول انطلاقته مع البداية. الثاني والتبريكات ولحظة الوصول للواعي محققا أول المراكز الثانية، والتبريكات المركز الثاني كان الوصول من قبل أبلج لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد المركز الثالث، وصل النجاشي لهجر غراف المركز الثالث. رابعا وصل الراهي لهجن المرخية خامسا، كان وصول من نشمي لسعادة الشيخ جوعان سلطان بن جاسم آل ثاني. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء حبنا الكريم، تابعنا معكم المنافسة التي حضرت ما بين هذه الشعارات.
لنتابع ملخص هذا الشوط ولحظة وصول الواعي وسلالة الواعي وانطلاقته حتى خط النهاية معلن الفوز والناموس. 4 دقائق 27-15 جزء من الثانية، التاني والتبريك كان زفوه لهجن المرقاب والثاني للصقر بن سالم الهاشم على هذا الفوز المستحق قبل أن يوصل على المركز الثاني. 4 دقائق 28-97 جزء من الثانية، التاني والتبريك كان زفوه لمالك أبلس على الشيخ عبد العزيز بن حامد بن خالد الثاني والثاني راشد بن بطي الحسنان. المركز الثالث كان الوصول من قبل النجاشي. 4 دقائق 31-16 جزء من الثانية، التاني التبريك كان نزف الهجرة غرافة والتاني سالم بن عامر المدهوشي على هذا الفوز.